أعزائي <applause> المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من سالون دي سيانس اليوم مجتمعنا كتير نحن بمجتمعنا بحياتنا اليومية كتير عم نكون معصبين كتير عم نكون ردات فعلنا عنيفة في في شي شيء غريب عم بيصير نوقف بالسير أوقات يمكن من دون من دون إدراك من لإشارة الاشاره الحمراء لها انه ضوء اخضر كله يمكن ستريس اذا حدا وقف قدامنا اذا حدا تحرك قدامنا عم معصبين بنعمل ردات فعل آه عصبيه. خصوصا بالعمل وبالبيت اليوم بنعصب على بعضنا بنحكي مع بعضنا اوقات ما عم نفهم على بعضنا. او ان كان بالعمل او بالبيت ما عم نفهم على بعضنا ما عم نأدي شغلنا مثل ما هو لازم ما عم نكون تصرفاتنا مع العيلة مثل ما هي لازمة لا في سبب مهم جدا في عدة عدة أسباب بس لكن اليوم بحلقتنا هاي رح نحكي عن سبب كتير مهم وأساسي وبشوفه أنه ضرورة هو الإصغاء الإصغاء للآخر نسمع نفهم شو قصده شو بده يمكن كان ما كان قصده بالكلمة اللي قالها ما كان قصده يكون شيء سيء بس يمكن ما عرف عبر، نحن او نحن ما فهمنا له ما صغينا له ما كنا رايقين تنصغي له. اليوم رح نفهم شو دور الاصغاء بحل المشاكل والنزاعات بالبيت وبالعمل. اليوم معي ضيفين مهمين متخصصين بهالموضوع. مدام ليلى توما طنوس اهلا وسهلا فيك أهلا. حضرتك مستار في العلوم الدينيه اختصاص المرافقه الروحيه من الجامعه اليسوعيه دبلوم شهاده كفاءه بالواسطه اختصاص بمرافقه الزوجين والعائله انشات برنامج وعد لمرافقه الزوجين والعائله ومشكورا الرهبنة اليسوعيه لتبنيها البرنامج اسست جمعيه حلم حلم سما حلم سما وسلام للاصغاء كمان معي اهلا وسهلا فيك مدام ليلى شفر. كمان معي السيده كارلا حرب زغبي حضرتك بالاختصاص التربوي انت حضرتك مرشده وموجهه مهنيه ومدربه في مؤسسه وزنات نعم اهلا وسهلا فيك. أهل فيك اليوم نحن هيدا الموضوع اول شيء النزاعات بقلب البيت كثير صارت ويمكن احدى الاسباب آه نحن عم نحضر الحلقه كمان معك مدام ليلى، عددت لي كثير اسباب. آه منا منها الاصغاء. اليوم اذا هيك بطريقه سريعه منحط الاسباب كلها سوا وبنرجع منشوف كيف منضوي على الاصغاء. آه عم نحكي اكثر عن اسباب الخلافات يعني هيدا قصدك اللي اكيد أس أس آه اكيد اسباب الخلافات اللي عم بتصير بقلب البيت اللي عم بيناتها فينا نقول انه الاصغاء، انا برايي انه كل شخص بهمه علاقه الشخص الثاني بيقدر يقول انا بدي اعمل شيء لهالعلاقه تنجح، مثل واحد عنده كونت بالبنك عم بيحطه هالكونت بالبنك وبده يحط له كريدي، فاذا انا بهمني هالكونت بالبنك يكون عم يكبر فنفس الشيء بعلاقتي مع الاخر. نحن ما منساوي اثنين نحن واحد زائد واحد منساوي ثلاثة اللي هي العلاقة فاغلب الاحيان نحن بعلاقتنا بنوقف انه انت وانا انا وانت بينما بننسى انه في حدا تالت اللي هو علاقتنا اللي هي مشاعرنا اللي هي حاجتنا اللي هي احاسيسنا اللي هي هاي الكون بانك قد ما انا بعزز فيه هالكون دو على قد ما علاقتنا تقدر تبني تنبنى على تواصل بناء على حوار بتصير هيك مثل الواحد عم يتغذى من جوا وبيخلي الواحد يكون عنده شوق يلتقى بالاخر عنده شوق لحتى يقعد هويه عنده شوق ليحكوا مع بعضهم ولحتى يكون هالحكي وال والاصغاء اذا بدك عدة مستويات يعني مش ضروري كل يوم يكون فيها الاصغاء العميق والكتير وال... رايح لبعيد بس نبلش في عدة مستويات اصغاء وبينبنى شوي شوي مشكلتنا الاساسيه برايي انا انه نحن بنفكر انه العلاقه بتيجي هيك يعني أنا لأني حبيت الشخص خلص ما مشي الحال ما صار يفهمني وأنا أفهمه عارف أنا شو لو ما بتعرفي لي راسي ما بعرف لك راسي بننسى إنه العلاقات بدها أه تنبنى أه بدها تنشغل بدها بدنا نعطيها مثل الارض نحرسها ونعطيها شوي مي ونعطيها شوي سواد شوي هيك هواء نقي شوي والى اخره فانا برايي هيدي من الاسس اللي بتخلي انه هالنزاعات تكبر وانا في شغله بحب ضوي عليها هون دائما بفرق بين الخلافات والنزاعات الخلافات طبيعي تصير ما حدا يحلم انه بيوم من الايام ما يصير في خلافات ولا ما بنكون انسان طبيعتنا انه نحن هالقد بنشبه الله هالقد نحن حرين من جوا مثل الله لدرجه انه بنعجز الله قدام قراراتنا فما في يكون هالقد حر وما اختلف مع الاخر نهار ما بختلف معه يعني يا انا دبت فيه يا هو دب فيه يا هو مش موجود يا انا مش موجوده يا اما الشق الثاني ما بقى يهمني امره او ما بقى يهمه امره يعني ممكن تكون من الناحيه الايجابيه وممكن من الناحيه السلبيه ردات الفعل الأولانية طبيعي تصير ولازم تصير لأنه من هي واقع حياتنا الإنسانية اللي بنختلف فيه هو أنه إن فوق أنا عملت ركول ردات الفعل الأولية الإنفعالية وهي شو بعمل بالخلاف هو اللي بحدو بي. بيساعد انه هالعلاقه ترجع تستفيد من هالغلاف لينمو لا ليكتشفوا لا بعضهم لحتى ياخذوا قرارات جديده يا اما بيتطور لصراع وهونيك من صراع لصراع ما بعد فينا نحل المشاكل بسهوله بيصير كثير اصعب الغوص للاصغاء ويقدروا يسمعوا بعضهم ويسامحوا بعضهم ويقدروا يروحوا للاهداف يعني مثل انه نحن دائما نبلش من من البدايه من قبل ما يصير النزاع انه اليوم بدنا نميز هلا هوني. بمي تاني في خلاف هيدا شغلة كثير طبيعية، وفي النزاعات. نعم. هيدي اللي النزاعات اللي هي السبب النيجاتيف اللي عم بتوصل لتدمير العائلة، بدنا نحكي إنه كان من ناحية بالعائلة، وكمان إذا كنا بالعمل لتدمير علاقتنا إن كان مع رب العمل أو مع زملائنا بالعمل. يعني كمان تدمير او تاثير سلبي على الانتاجيه بالعمل. مظبوط. شغله كتير حلوه وكتير انبسطت انه حطيتي انه مش شخصين هني ثلاثه انه تلاتة. إنو في انا والاخر وفي العلاقه مع الاخر، هيدي شغله يعني عطيتي صفه معنويه، صفه وجوديه لهالعلاقه يعني اعطيتيه كانه كانه هو شخص يعني صار. بنفسرها يعني اذا عم بستوضح انا كمان المشاهدين تكون واضحه انه صار في عندنا شخص ثالث حاضر بيناتنا هو العلاقه مع معنا واللي هي بدنا نضل نغذيها هالشخص ما ما بيتغذى لوحده لا 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 الحب ما لا. والحب ما بيكفي والحب ما بيكفي اكيد الحب بيساعد الحب بيساعد على انه نساهم بالمسامحه خصوصا وبالتقبل الاخر لانه أه بعتقد ما بعرف انه ما في حدا منا هو كامل ما عندو الأشياء الديفو الأشياء هيدا مدام كارلا اليوم نحنا بي كمان بهالعلاقات وكيف كيف بتشوفيها انت اليوم المشاكل النزاعات بالعمل وبال كيف يعني نبلش نحكي عليها هلا هلا اكيد نحن هلا بوضع بنفهم كثير منيح ليش عم بيصير هيدا الشيء يعني كلنا بضغوطات الحياه وبالامور اللي عم بتصير معنا كان بالشغل ولا بالبيت ولا بعجقه سير ولا بالشيء المادي يلي الاهل عم بتعاني منه عم نمرق بوقت او باوضاع شوي عم بيكون في ستريس عم بيصير هيدا النزاع يلي كانت عم بتسميه مدام ليلى خلاف عم بي يوصل لنزاع لانه نحن ما عم نعرف نعمل تواصل مثل ما لازم ما عم نعرف نسمع للتاني او بالاحرى نصغي وانا رح احب حدد ثلاث انواع او ثلاث ليفلز ثلاثه نيفويات لل... لل... للاستماع او للاصغاء مشان هيك عم بيصير هيدا الخلاف عم بيوصل لنزاع وعم بيسبب مشاكل يمكن ما عم نعرف نطلع منها لان منا جاهزين منا معودين مرة منا مدربين بنشتغل نحن انا بحكي على صعيد وزنات نشتغل مع الاشخاص من خلال التدريبات على تحسين هيدول المهارات يلي من بيناتهم نسمع للتاني من بيناتهم نعرف نعمل كوميونيكاسيون من بيناتهم نعرف انه بالحياه نحن منا موجودين لحالنا موجود شخص وتاني وراح يزيد فوق مثل ما قالت مدام ليلى العلاقه حبيتها كمان انه العلاقه هي كمان مهمه لازم نطورها لازم نشتغل عليها تضل هالعلاقه موجوده ومنزيد عليها مثل ما قالت كانه مرتبين بيناتنا بدنا نحط عليه كل حدا يحط مجهود شخصي كل حدا يمكن يتنازل بمحل من المحلات لا الشخص الثاني تضل هالامور ما يصير في مشاكل او المشاكل مشاكل ما تصير نزاعات لانه طبيعي كل انسان بيواجه مشاكل والحياه بلا مشاكل ما بتصير يعني كتير نورمال في مشاكل على نيفويات بتطلع من القليل للاكبر بس اكيد نحن اذا حليناها من جذور او اول ما بتبلش ما بتوصل لشيء داو... آه... يعني انه نعتمد على... على الصراحه على التواصل توصل. وعلى الاصغاء يمكن شغلات كثير مهمه تكون بين الاشخاص الموجود ان كان بالبيت الرجل وزوجته او كمان حتى مع مع الاولاد اليوم كمان عم نشوفها على صعيد الاولاد اكيد بالعائله أكيد. كمان على صعيد الاولاد اليوم آه انه عم نلاحظ انه اليوم ما في تواصل بين الاهل واولادهم ليه إيه؟ هيدا السؤال ليه ما في تواصل؟ هون في شوي انا ضوي على شغله كثير إيه؟ مهمه فينا اكيد نحن نحن ناطرين منك <applause> تضوي لنا على الاشياء اللي ليك اليوم لانه اليوم انت عا... اون كونتاكت ديركت بعلاقه مباشره مع هالمشاكل يعني اوقات نحن بنعرف بمشكله يمكن وحده بس حضرتك لانك هيدا عم تعرفي بعدة مشاكل يا ريت بتقدر تضوي لنا عليهم كلهم نحن مشكورين أه. اول شغله بحب ضوي عليها هي خاصه انه سمعتها بالاعلام هي الفرق بين التواصل الكوميونيكاسيون وبين الايكوت يعني انا بمجرد ما اكون موجوده ما في الا اعمل تواصل فهي التواصل اجباري انا اعمله ان كنت ساكت ان كنت قاعده بمجرد ما انا مع الشخص الاخر انا عم بعمل تواصل لكن اللي بيختلف بالموضوع هل هالتواصل هيدا انا عم بسمع وعم بحط له هدف لحتى يخلق علاقه او لا اصغاء هون السؤال اللي عم بيصير <applause> فانا برايي انه المشكله الاساسيه بشرقنا على الاقل انه نحن بنحكي عن التواصل بنحكي عن الاصغاء لكن ما بنعرف ما حدا علمنا كيف نتواصل ما حدا علمنا كيف نصغي او شو الوسائل اللي بتخليني اصغي عالم العالم الغربي شوي سبقنا بكتير انه عمل استراتيجيه عمل بيحكوا فيها عن الانتليجنس الذكاء العاطفي فنحن بتربيتنا باعمالنا بمسيره حياتنا بظروف الحرب والقصص اللي عشناها ما صار في تربيه على الذكاء العاطفي فنحن على سرعه الاشياء وكذا مثلا بيجي ابني بيقول لي ماما أنا زعلان هلأ وقتك شو إنت وحدك زعلان فدغري من هالمشاعر أنا بحاجة ماما لحتى تقعدي معي مش شايفني أنا مشغولة فهي لا قصدها تكون عم بتشيله لكن بنفس الوقت هو ما عم ينسمع له. بحاجته بإنسانيته بكذا والإم ما عم تقدر تعطيه إياها مش لإنها هي ما بتعرف بس لإنه كمان ما حدا سمع لها لحاجاتها، ما حدا سمع لها لمشاعرها ما حدا سمع لها لهي وين وجعها فهيدي كله انا برايي مهم نبلش نوعا نحط استراتيجيه تعلم على الذكاء العاطفي ان كان بمدارسنا ان كان بالبيت ان كان بشغلنا ان دو نقدر نسمع ابعد من اللي عم نشوفه انه مش دائما الواحد بس عم يحكيني هو ضدي او هو قصدني او هو مبلا وعي الصبح حتى بعجقه السير يشك علي حتى انا انزعج فكل هيدي الديناميكيه هيدي بحاجه نطلع منها بانه نتعلم على الذكاء العاطفي اللي هي اكتر شيء نسمع للحاجات للمشاعر لهالوجود لهال اللي بغذي الكونت البنك اللي حكينا عنه مزمت. اللي بغذي فيه الحب الحب يبلش شعري بس اذا ما تغذى بهودي رح يحس حاله انه انا مش مسموع وبالنهايه رح يسكر الباب ويقول هيك هيك مش مسموع وهون بعطي اكزامبل صغير تسمحولي انا دائما بحكي عن هذا الموضوع عن العقد انا اذا عندي عقد لولو مهم كتير وعندي حوالي اشخاص بحس انه رح يسرقوا لي رح امسك العقد الاصلي واللي بهمني امره وحطه بخزنه وشو بدي اعمل فيه بدي احط عقد لولو مزيف فهالعقد اللولو المزيف اذا اجى حدا كبل لي رح ازعل اذا قطش لي رح ازعل اذا ما عرف قيمته رح ازعل لكن ما رح خاف علي بقول بجيب غيره لكن هذا الاصلي انا بضبه جوا 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 ما بفتح خزنتي إلو الا لما احس بالامان بانه في حدا عم لي في حدا ما رح يحكم على اللي عم بقوله ما حدا حيتمسخر ما حدا رح يعمل لي فبشيله ساعتها هيدا العقد وبحطه بفرجيه للاشخاص فهيك بعلاقاتنا وبعواطفنا بنحطها هيك مثل عقد لولو كثير مهم مدفون لكن تلقيت محل اقدر فرجيه وشوف او يكون رح يشوفه رح يخزقه رح يكسره رح يروح يبيعه شو رح يعمل فيه اذا رح يعمل فيه هيك دغري بضبه وبحط العقد المزيف فهيدا من بعتبر انه من الاسس اللي عم تسبب هال شيء انا بهيدا الموضوع كنت عم بتقول انه الانتليجنس ما معودين نحكي عنها بالاحرى يمكن كنا ممنوعين نحكي عنها يعني البنت اللي... كانت ببيتها اذا قالت اخ عيب البنت ما بتقول اخ مثلا ممنوع اذا انا زعلانه فوت على مش ضروري العالم يشوفوك او الرجال جاية مثلا من شغله تعبان بده يشكي همه لمرته لا عيب الرجال ما بيفرج الايموسيون تبعوله سو كل اكزاكتومون عيب على الرجال عيب على الرجال هيدا هي العقد هي اللولو هيدا العقد اللولو هيدا اللي خطا مزبوط ضوينا على هالشغله كثير اكيد سو خبينا هالامور وما بقى نعرف نعبر عنها او بالاحرى كنا نخاف نعبر عنها الحمد لله انه هلا عم يجي ايام في ناس مثلنا مثل مدام ليلى ومثل شركات او مؤسسات كثيره من ضمنهم وزنات عم نشتغل نحن على هدول السكيلز بنسميهم مهارات انه هل الولد من اول طلعته يتمرن عليهم يطلع من هيدا الكوكون اللي كان انه عيب وما بيسوى وما بعرف شو لا بالعكس انا بدي افهم مشاعري ولازم أكون واثق انه الي حق فرجيها الي حق احكي عنها لحتى التاني يمكن يفهمني غلط مثل ما قالت يمكن انا عم فرجيه مشاعر منا كتير حقيقيه هو ياخد عني فكره مش مزبوطه مثل ما عطيت اكزامبل العقد دونك انا لا بدي فرجيه العقد اللولو الحقيقي بدي فرجيه مين انا شو فيني اشياء حلوه انا جواتي لازم اعبر عنها وبستنظر انه الشخص الثاني يلي حلقتنا اليوم رح نحكي عنها انه يصغيلي انه يفهمني اذا ما صغي ما حيقدر يفهم ما حيشوف هيدا الشيء مزبوط لانه بيكون هو في اشياء معوقات كثيره رح نحكي عنه يلي بتخلي هيدا الاصغاء ما يكون مكتمل شفنا هلا مثل ما نفهم انه الاصغاء هو ثقافي ما نتعلم عليها <applause> نتعلم عليها ونتدرب عليها لحتى نقدر نستعملها بحياتنا اليوم انا بشوف انه بيوصل اهل انا كاستاذ بالمدرسه بأهل اهل مثلا بيقولوا لي ابني لا بيسمع لنا ولا بيحكينا ولا بيصرحنا بكون صار شاب ابنهم ما بعرف انه برجع بسال السؤال بيني لنفسي اوقات بسمح لنفسي إنو للاهل انه انتو سمعتوا له قبل اي هون السؤال مغزق. من اي عمر لازم لازم تبلش يدرب هالولد على هالثقافه ثقافه الاصغاء ثقافة كمان المصارحة إنه يجي يعبر وأنا أصغي له أنه إيه بدي أسمع لك لحتى هو بعدين يرجع يسمعني من أي عمر من أول ما يخلق من أول ما يخلق <applause> من أول ما يخلق, اللي ما يخلق. بدي أنا. الولد ما يمكن ما بيحكي يمكن ما بعرف أنا في دراسات علمية توصلتلا كقريطة وهيدا انه قبل ما يخلق كمان أكزاكتما. هو بعده انه بيقدر بياد يميز صوت البي بيقدر صوت الام صوت اخوته الموسيقى بيسمع موسيقى بيقدر يتفاعل معها بيصغي للموسيقى اللي كانت تسمعها امه لدقات قلبها لكل الاجواء اللي بتكون عنده بالبيت اذا كانت الاجواء عنيفه بالبيت بده يطلع استرساء واذا كانت الاجواء هاديه وفيها حب وفيها سلام بده يطلع مسالم ما بعرف قديش هالدراسات انتو رح تقولوا لي صح ولا غلط لا انا هيدول دراسات اكيد بقول صح وبدي اعطي اكزامبل في بيبي صغير خلق وضل يبكي ما كانوا يعرفوا شو بيت توفت امه على ولادتها على ولادته سو وقت اللي الام كانت حاطه انه هي اذا ماتت ياخذوا قلبها يعطوه لحدا ثاني لحتى لحد ما يروح هيدا الشيء بلا طعمه سو كان في شخص بالمستشفى بحاجه للقلب وقت توفت الام شالوا القلب حطوه للشخص الثاني سو هيدا البيبي بس خلق مستفقد لامه مشتاق لها ويحملوا من ما كانوا يقدروا يلاقوا حل بقى اجى هيدا الشخص اللي معه وقلب قلب امه قال فيني انا جرب حمل البيبي اول ما حطه على صدره حس الولد بامان بس سمع دقات قلب امه يعني كانه رجع سمع صوت امه يعني تنشوف قديش مزبوط انه ممكن الولد بي قبل ما يخلق بس يكون بعده ببطن امه عم بحس هيدا بس انا عم بحكي نحن نتواصل او نحن نصغي للولد بدنا نصغي له من اول ثانيه بيخلق فيها وقت اللي بيبكي وقت اللي بيطلع فينا لانه نحن بنعرف انه الاصغاء يعني بيصير منصغي لشيء مش بس بارول يعني مش بس حكي او اصوات منصغي كمان على الاشياء اللي بيبين بالجسم نصغي له بس يمد له ايده بده يانا نصغي له بس بده ياكل يبكي هدول كلهم قبل ما يعرف يحكي ويقول بارول بيكون الولد ديجا عم بيحكي معنا ونحنا عم نسمع له عم نصغي له يعني آه كمان آه دكتور ليلى انه آه التدريب كيف اليوم الاهل بده يكون بهالاجواء اللي نحن كمان ما نحط التقل كله على الاهل والخطا على الاهل لانه عن جد الاهل عم بيعانوا وعم بيصالوا تعبانين على البيت اليوم بدي كيف بده يوفقوا بين هالستريس اللي جايين فيه من عملهم على اصغاء لبعضهم البعض واصغاء لاولادهم كمان لمشاكلهم اللي هي اليوم صارت كثيره كمان أنا بحس ديجا الامباثي اللي عطيتا لهم إنه نحن شاعرين معكم إنه التقل كتير كبير والمسؤولية كتير كبيرة عم تنعطى للأهل كعد إنه التقل كله عليهم وهني بس حسوا هيدا التقل كله بزتوه على المدرسة والمدرسة بتقول جل. فكل واحد عم بزت هالتقل اللي عم بيوجع الكل على الاتنين أنا برأيي لازم نبلش نكون أم عم نعترف بهي الحقيقة هاي فإذا اعترفنا لا فينا نوقف ونقول طيب شو اللي عم بخلي هيدا التقل يصير وهاللحظات اللي انا في اقعد فيها مع العيله ما عم تعطي هالدينامو لا استمر بقلب الصراع عم بتصير بالعكس هروب لانه انا ما عم بعرف اتعامل مع هالضغط الورك انا عاده العيلة دوره اذا دوره شيء هو انه انا بس كون مضبوط بس اجي على العيلة اقدر ارتاح فصارت المقاييس عم تنقلب فهون أنا رح أوقف شوي موقف الأهل لأنه عنا تغيرات غريبة عجيبة عم تصير بسرعة كتير كبيرة فأدى بدي واكب بتواصلي وبفهمي أنه هال هالتغيرات عم بتخليني انه حتى اذا انا عم بفتكر حالي عم بفهم ابني عم بيطلع ابني انه ماما انا مش عم تفهم علي ولا عم بفهم عليك فبتبقى هي مفتكر الام انه عم بتقول الاشياء وعن جد لمصلحة ولد رح اعطي اكزامبل كتير صغير امبارح في شخص عم بخبرني عن ولده هي بتصير على طول انه وصل على البيت جايب علامات حلوة فبيقولوا له الاهل انه برافو عليك انت علاماتك حلوة واحلى من اخوتك جايب هو بهالوقت من هون لاجوا علاماته الحلوين كان عنده علامه بشعه فبيروح بيقول لرفيقه مش مسترجي انا اقول لاهلي اني انا عندي علامه بشعه لانه هن رح يكرهوني فانا كيف بدي اقدر اوصل للولد انه انت لما عم بيجوا اهلك عم بيقولوا لك عن هي وهي شو بتقول الام؟ عم بتقول الام وهي صادقه مش انها عم تاذي هي عم بتقول له انا كرمالك ولاني بحبك انا ما بقبل هاي النقطه فانا ما بقدر يعني كيف بدنا نجرب نعيشها هي إننا نبلش نقول يا جماعة الولد منه إيجال مدرسة منه إيجال علامة بس هي جزء من حياة متكاملة لما أنا بصير لا كأم ما عندي لغة مع ابني إلا شو هي المدرسة وشو جبت معلمات وشو كذا وشو كذا حجمت علاقتنا بجزء من الحياة ألورك حياتنا أبعد بكتير من هيك حياتنا أبعد من أنه نقدر نحس شو عم بيعيش الاخر شو عايش مع رفقاته شو الانتريه تبعه هلا عم تحكي عن التواصل البلاي ستيشن اللي عم تقتل الدنيا طيب شو اللي عم بتحبه بهالبلاي ستيشن وين حسناتها وين سيئاتها وين فيكم تميزوا هالاشياء فهالأهل الاهل ما حدا علمهم اياها فهي ما نبلش نتعلمه انه نبلش نقول نحن تعبانين تعالوا نشوف مع بعضنا شو بنقدر نعمل سوا هل واقع اللي فيه يتحسن ونبني اشياء جديده وهي اكزامبل منها انه هاللغه اللي انا كنت احكي فيها مع امي وبيي ما بقى فيها تمشي هلا صح نلاقي لغه جديده بلا ما نفضي القيم بلا ما نفضي المبادئ اللغه بدها تغير لكن القيمه اللي نحن عم نحكي عنها بدها تضلها مثل ما هي هيدي شغله كتير مهمه عم يعني بتقوليها انه اليوم بنغير اللغه بس من آه بس المبادئ بعد زي بس مصفح. طريقه توصيله طريقه آه هيدا هي لازم تختلف نحنا نحن وكنا عم ايش نحنا وكارلا بس كنا عم نعمل هيك تحضير هيدا عطيتني اكزامبل وقتها كتير حلو عن اذا بتتذكري كارلا كينا <تكلم> كثير انا الايام كنت عم بحكي على الايام انه الايام اذا ما كانت موجوده بحياتنا نحن يعني البيوت تبعونا او الشيء السامي بحياتنا هو القيمة يعني اذا نحن تخلينا عن قيمتنا كانه تخلينا عن إش عن القيمه تبعي يلي بالنسبه لنا اذا بدك اللي اهم شيء بحياتنا اذا تخلينا عن تنواكب العصر هيدا الشيء كثير غلط بس اذا كمان ضلينا ممسكين فيه على الطريق القديمه يلي كانت هلا بدك تيجي تفسر له للتلميذ او للولد او لابنك اذا بدك تيجي تقول له شيء تعطيه اكزامبل عن يسوع او بدك تعطيه اكزامبل من الانجيل بدك تحط له بقطار هو يقدر يفهمه دائما انا بعطي هذا الاكزامبل للتلميذ بالمدرسه اذا بدي اجي اقول مثلا ايه بالتاريخ اخوات شناي جر المي جابها بالنسبه لهم انه كثير بعيده عن تفكيرهم انه المي معقوله ما تكون واصله على البيت ما فيني اجي احط لهم هيدا القطار توصلهم انه كانوا يقدروا يخترعوا بدي لاقي لهم مواكب لعصرهم يقدروا هن يفهموا تحت اذا حكيتهم يكون التواصل عم بيوصل مزبوط اذا انا عم بعطيه اكزامبل او بدي اعطيه ريمارك اعطيه اياها بمنطلق كلمات هو بيفهمها بمنطلق التكنولوجي اللي هلا جايه صارت هالقد سريعه والاهل ما عم بيقدروا يواكبوها قد ما عم تتطور بسرعه عم بيصير في هالبعد بينهم وبين ولادهم. ببطل فيه هون ومن اسبابها انه الاهل ما عم بيعرفوا يصغوا لحاجات ولادهم سو بنصغي لحاجاتهم كيف انا بعرف اوصل له شو هو طلباته كيف بقدر اوصل لحتى اوصل له هالمساج مثل ما لازم لحتى يرجع هالتواصل مثل اذا بدك شرقوطه ترجع تضوي ويقدروا يكملوا علاقاتهم يعني نحن عم نشوف انه التواصل ببلش اول شيء اسمع له تعرفوا حاجاته شو بده اسمع للاخر هلا كان على صعيد الولد او صعيد نعم. شخصة الآخر أو زميلة بالعمل نرجع مزبوط. حتى نرجع ليكون للعيد بالنسبة للعمل هلأ إحنا كثير كتير ناس بيقولوا أنا بسمع بس بدنا نفهم نحن انه في السمع هو على على ثلاثه نيفويات يعني انا بقدر اسمع مثل اذا بدي اعطي اكزامبل انا كنت بالسياره وعم بسمع ميوزيك ومع رفيقتي انا وليلى قاعدين بالسياره عم نتحدث والراديو داير انا دينتي آه عم تسمع الاوند عم بيوصلوا على دينتي عم بيجوا بس عم بفوتوا ميل عم بيطلعوا ميل بعمل لهم ديليت ما بهموني ما سمعتهم ما تسمعت عليهم مرقوا بدينتي وقطعوا هيدا السمع هيدا شو ما صار برا انا قاعده بالبيت، مرق عصفور برا سمعته دينتي، بس ما علقت عليه، هيدا اول نيفو من السمع، ثاني نيفو من السمع بس اتسمع انا على الشخص، يعني برجع بكمل الاكزامبل تبع السياره، نحن عم نحكي انا وليلى والراديو داير، بسمع غنيه او بسمع دقة اخبار مثلا، تلفت لي نظري، بهتم عليها، بعلي الراديو بلشت انا اتسمع على اللي عم بيصير، بس بعدني انا هون عم بستقبل، بعدني انا من الاشخاص اللي عم بيستقبلوا السمع. بعد ما صار في ردة فعل دونك انا تسمعت صرت عم بصغي صرت عم شوف شو الكلمات اللي عم بيقولوها شو معنات الاشياء اللي عم بيقولوها بس بعد ما عندي رياكسيون بس بلش اصغي انا هون بلشت اهميتها ونحن هيدا اللي بنقوله يلي اوقات نحن ما عنا كل القدره انه نكون عم نصغي كل الوقت بس بالشغل او بالبيت تحت لتظبط العلاقه مفروض نصغي وتنصغي نكون هل... عم نتفاعل بدي نرجع ن... نتوسع بهيدي قصه الاصغاء كيف نوصل لهالنيفو نعم والاصغاء نرجع نوضحها لانه قلتي شيء شغلات كثير مهمه اعزائي المشاهدين رح نوقف بريك ونرجع نستوضح هالدرجة من الإصغاء اعزائي <applause> المشاهدين بنرجع منتابع هالحلقه القيمه ونرجع نقدر هلا نرجع نستوضح من مدام كارلا على هالدرجات الثلاثه وخصوصا درجه ايمتى بوصل لدرجه الاصغاء <applause> تأصغي للشخص بدي يكون عم بتفاعل معه كنا جبنا سيرة الامباتي يعني أنا بدي أتفاعل معه مش بس اسمعه بدي اسمعه بدي فرجيه انه عم بسمعه بدي اعمل الشعور يعني تخيل حدا جاي عم بخبرني شيء بزعل انه هو جايب علامه مثلا بالمدرسه مش منيحه او سقط ابنه او شيء وانا اقول له عن يعني جد ابنك سقط انه بدي فرجيه انه كمان انا فيزيك ما عم بتفاعل معه بدي ارجع اكيد في عده طرق نفرجيه انه عم نتسمع او عم نصغي عليه نعرف نجاوبه نعرف نهز براسنا نرجع نعيد الكلمه اللي عم بيقولها تنتاكد هل يا ترى هو هيك قال لي هدول الاشياء اللي بتفرجي الشخص التاني انه عم نصغيله بيتشجع يحكي اكثر يعني اذا اجا ابني على البيت انا كان ابني صغير كان يعيط لي مام 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 قال له انا وي 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 ما يرد يعني ما يقول شو بده يجاي يقول لي طب تطلعي فيي يعني بهمه يبين له انه انا عم بصغي عليه حتى لي يقول لي هذا الشيء هالقد بهمه اعطيني نظرتك اطلعي فيي واجهيني ليش انت بعدك عم تشتغلي تركي اللي عم تشتغلي على اكيد نحن بنرجع منقول كثير بنفهم الامور اللي عم نمرق فيهم الاهل اللي عم يمرقوا فيهم المدرسه اللي عم تمرق فيهم الاساتذه اللي عم يمرقوا فيهم في ضغوطات بالحياه بس ما نحن عم نطمح للافضل لالنا ولاولادنا شو في عنا شيء ابدا من علاقتنا بعائلتنا او علاقتنا بالشغل تنضلنا رايحين على مطرح مش رايحين مثل قصاص على شغلنا نروح على شغلنا مبسوطين سو so, الاصغاء بخلي الامور تصير اسلس تصير اهين اذا انا عصبت على الطريق بوصل على شغلي بقول خي هلا اذا وصلت على شغلي في عندي الكوليكس تبعولي في تواصل انا وياهم في اصغاء في رياحه ما في خناق ما في تشنج دونك بكون رايحه على مطرح مبسوطه مشان هيك اذا نحن حسنا هدول الاشياء كثير امور ثانيه بحياتنا بتتحسن اهم شيء واول شيء اللي بهمنا نحن هن عائلتنا واشغالنا تيقدر طيب يكون الانسان مثلا يقدر يحكي يعبر لشخص انه عارف انه راح يصغيله شو هي اول شيء الطريقه اللي بدي انا اعتمدها انه لحتى يكون هالشخص ان كان زميلي بالعمل او حتى ابني بالبيت بنتي مرتي اهلي يكون عندهم الثقه فيي لحتى يقدروا يعبروا لا لانا انه هل ترى انه هالشخص رح يصغي لي وشو رح يكون الرياكسيون تبع رده الفعل تبعيتي يمكن يخافوا يحكوني يصارحوني اول يمكن لعدم الثقه وتاني شيء يمكن لرده الفعل تبعيتي هون بس نقدر نستوضحها هايدي كيف أكيد. بدأت؟ هاي العلوم هلا كتير بتحكي عن شيء اسمه الإيكوت أكتيف أو الكوميونيكاسيون نون فيولنت يعني الإيكوت أكتيف بفتكر الترجمة الإصغاء الفعال والكوميونيكاسيون نون فيولنت بدون عنف اللعنف. التواصل اللا عنفي <applause> فكتير بس هيدي كمان ما بنتعلمها يعني ما بتجي لحالها انا بتذكر اول مره تعلمتهم هي وجيت على البيت عم أقوله لجوزي بهالطريقه اللي تعلمتها فاخذت معي هيك شيء خمس دقائق وقف جوزي ولادي هيك يعملوا لي ليك كل مره لنفهم بعضنا بدنا نعمل كل هيدي العداوه لنفهم بعضنا مش أحزن اذا دغري قلناهم وبعدين خلص مش الحال فبمطرح مجري جرب انه هاللغه بدها تصير تكتسب وانا برايي لنتعلم الاصغاء بدنا ناخذ موعد ان كان بالعائله ان كان مع شخصين انه بس نحس صار التنسيون كتير كبيره نعطي علامات شيفره بين بعضنا مثلا 10 12 اليوم نحن شو على العشره؟ شو قولك هيئتها صار بدها قعده لنقعد فما فينا نكون عم نصغي لبعضنا هيك على الهواره فكتير مهم ناخذ الوقت الزمان المكان القعده اللي بتناسبنا يمكن ناس على فنجان قهوه بيقدروا يتحاوروا اكثر يمكن في ناس لا بالاوضه في ناس عم بتمشوا قد نفهم ذكاءات بعضنا شو المفتاح اللي بخلي الاخر يرتاح خارجيا كاطار كوقت كزمن عشيه بالليل ما بعرف يعني كل هول الاشياء المهم ننتبه لو ونشوفها بتكون عم تحضر الطريق للاصغاء فانا ساعتها لما بكون عم بحضر هالطريق لما بيجي بنسميه الايكوت اكتيف كثير مهم كون عم مرن حالي اني انا هلا بهالوقت مش وقت لا ربي ولا اعمل جوجمون يعني احكام ولا اعطي مورال ولا اسال سؤالات حشريه هو هالوقت اللي فقط انا بدي اسمع للاخر هو وينه ويا ريت يعملوا اكزرسيس صغير المشاهدين اللي بيعملوه بالتياتر جرب اخد انا دور جيري ودور توم فاوقات اتخيل حالي انا محل توم وشوف شو ممكن يشعر قدام هيك بسين فوق واقدر اقلب الادوار فهالشي هالتمارين من هالنوع بتساعدني انا أفوت بعالم الاخر ومشاعر الاخر وحاجات الاخر اللي هلا علمنا اليوم كثير عم بيجاوب علي اه انت بدك هالشغله ايه هيك لك اياها كعد انه الحاجات هي صارت إيه بعود إن اليوم الحاجات انه اليوم اليوم انا ايه خلص خذ خذ هيدي الايباد وخذ هيدا السيلولار خذ مصاري إيه شو بدك شو عم بأمن لك كل شيء حاجاتك شو بدك شو ناقصك انا مأمن لك اياها انا بعرف يا هل ترى هالحاجات هي بس هالماديات يعني ما هيدا بصير كومبنساسيون انا بحس لانه الاهل عم بي عم بيسكروا غيابهم او عم بيسكروا عدم آآ آآ فضاوتهم باشياء فينانسيير يعني انه انا ما عندي وقت اقعد مع ابني بس بشتري له ايباد بينبسط انا برايي عم بعمل له كادو برايي انه انا قد ما بحبه عم جيب له شيء بيبسطه بس يمكن هو هالبسط يبسطه انه اقعد معه انا هالخمس دقائق في كتير أمات بيقولوا لي بس انا مع اولادي انا من الساعه سبعة لساعة تسعة قبل ما يناموا قاعده إيه معهم بس بدنا نشوف قد ايه قاعده هل يا ترى الكوانتيتي تبع الوقت بتهم ولا الكاليتي تبع الوقت عم تصغيلهم هي في الحضور مزبوط. او الوجود يعني انه انا موجود بهالغرفه بس ماني حاضر مزبوط هيدي يمكن ما بعرف في توضح هيك الفرق بين اثنين اكيد اكيد لانه اذا انا كنت موجوده وماني فاضي يعني مشغوله يا عم بعمل ايميل يا عم بشتغل على تليفوني يا عم بحضر اخبار يا عم بقرا جريده بس انا قاعده معه بالبيت بس هو يمكن بحاجه انه اقعد معه احكي معه كيف كان نهارك اعمل اكتيفيتي انا وياه نطبخ طبخه انا وياه اذا الامات مثلا ما عندهم وقت وقت اللي انت عم تطبخه يجي حكي انت وياه تحاور انت وياه قص البصله فرجي كيف تقص الخسه هل هالحوار وهالاكتيفيتي اللي بتقربكم من بعضكم هي اهم شيء بالوقت بال اللي عم تعطيه ما بهم انه تقعدي اربع خمس ساعات انت بالبيت هو عم بيلعب على الايباد وانت قاعده عم تشتغلي شغلك لانه اكيد عندها شغل مش عم نحكي انه عم بتتسلى ولا تشم الهواء بس انه اكيد وجودها وشغلها ضاغط دونك بهالشغل اذا فيك تشاركيه معك بالشغل جيبيه مثلا اذا انت عم تعملي ايميل او عم تعملي ريسيرش على شيء معين او عم تطبخي او عم بتحضري شيء يقعد معك يشارك حس انه انت في انتراكسيون انت وياه عم تصغي له لانه كمان بهيدا الوقت ممكن يطلع امور كثير تانية عم بيقولها ونحن هون وجودنا اذا كنا عم نصغي له بنفهم عليه لانه حكينا انه الاصغاء مش بس بالحكي الاصغاء كمان بيجي كمان اصغاء نون آه فيربال آه يعني بدون كلام هون بتحب تزيدي انا بعرف تزيدي شيء كمان عن الحاجات اكيد بس إيه؟ بحب شوي تصديقا لكلامه يمكن اعطي مثل يمكن يساعد اكتر شوي يقرب لنا الفكره كنت عم تحكي شيء ذكرتني في إنفاق ان فوا اجت ماما لعندي قالت لي بتعرف شو صار معي؟ قلت لها شو؟ قالت لي انا لانه بشتغل كل النهار كنت كل يوم اجي على البيت اكيد اجلي اطبخ طعميون كل شيء، كان الولد الصغير هيئته مش كثير عم تقدر تعطيه وقت لانه مشغوله بغير اشياء. فصار هيدا الولد ينتبه انه هي الام اي متى بتنتبه له بس تيجي تطعميه. فتيجي تطعميه وتطعميه الكميه اللازمه وتروح على شغلة. يروح ويجي بعد خمس دقائق الصبي يقول لها ماما انا جوعان ترجع تطعمي يرجع يقول لها انا جوعان ترجع تطعمي ترجع تقولي عمي شو عم بيصير مع ابني فهونيك نهار قلت له وقفت هيك قلت له ليك ماما اذا انا تركت الشغل لاشتغل وانا عم بشتغل وجيت قعدت معك بتضلك جوعان قال له لا ما بضلني جوعان لانه انا جوعان تقعدي معي فاوقات كثير نحن هاي المراحل يعني شان جد مؤثر وتعبير أه كثير ايه وهو شانس انه هاي الولد طلع لها وقت قلت لها نشكر الله عرف يعبر عرف يحكي ايه بينما عندنا اولاد بالكاركترات تبعهم ما بيعرفوا يعبروا وبيحكوا مثل ما كانت عم تركز كثير كارلا كله بالجسم كله بردات فعل كله آه باشياء بي تعبيريه مثلا انا اخر مره آه ام قصصت آه ابنها انه ما لك بقى بلاي ستيشن لانه اشتي المدرسه شو بقول له لرفيقه صرت اكره المدرسه وما دامها هيك انا راح اوعى كل يوم الساعه 4 وروح العب بلاي ستيشن فعم بيقول عم بيقول هو بس لانه ما في مجال لحتى ونية الاهل اكيد طيبه واكيد الاهل هن محبه ولانه عم بي بالنسبه لهم عم نعمل بيرفكت education بمطرح البيرفكت اديوكيشن بدها تنزل لمستوى طيب انا اسمع الحاجات في اشخاص كثير بيسمعوا بيقولوا لهم طيب ما انا جايه اقول لك هيك هلا مش وقتها انت تحس هيك مش هلا حاجتك هيك يا اخي طيب اوكي هالحاجه هيدي هل هي اساسيه؟ ما عندنا كمان تربيه على التمييز نحن علمنا اليوم مع الكم الكبير من الاشياء اللي عم تنكب علينا ما بقى عنا حل الا نربي على التمييز وهالتمييز بده يمكن يرجعنا للي كنا يعملوه الاباء القديسين كل يوم عشيه مش طلع شو عملت خلق غلط او صح كل يوم عشيه يقول شو اللي عطاني حياه اليوم لالي لعيلتي لشغلي وشو اللي ما عطاني حياه عطاني موت وانطلق قراءتي للاشياء علامات الحياه وعلامات الموت وارجع ابني فيها من خلال الحاجات اللي عم نحكي عنها اللي هي مش بتتوقف على شو بجيب على شو بتعيش وكيف بخلي شخصيتك تنمى وتكبر وتقدر تواجه الواقع بدون ما يكون هالفرستراسيون والاحباط دائما هن اللي عم يقوا انما يكون من قلب هالفرستراسيون والاحباط في شيء عم بيقول بس ما انا قادر اقول نعم للحياه أنا هيدي ما بتحجب عني النعم للحياة، فهي اللي منا نجرب نساعد بعضنا فيه إنه نحطه نقويه نقدر نحكي فيه نقدر نتمرن عليه نقدر نعززه بالشغل وبالعائلة وبمجتمعاتنا يعني أنا اليوم هلا بقدر أفهم إنه الحاجات منا حاجات مادية واللي هي الأهم الحاجات النفسيه الاجتماعيه اللي هي آه عند كل واحد منا مش عقول عند الولد بس أكيد. هي اليوم انا يمكن آه عندي سياره ماني بحاجه سياره ان حدا هديني سياره يمكن ما تعنيني آه بالشغل لبعضنا يمكن اوقات كلمه بت بتاثر من اهم من اي عمليه ثانيه يعني كان الحاجات اللي نقدر نفهمها هلا من هالحديث اللي عم نحكيه انه منا الماديه هي الاهم اللي هي مورال اللي هي اكثر حتى في شيء هلا دراسه يعني اشخاص تعرفون يمكن مركز اصغاء بيشتغلوا كثير على الحاجات العلائقيه بحد ذاتها وبيغيروا نمط حياه اشخاص اللي بيتفاعلوا مع هذه الطريقه بالحوار والشغل على الزيت. بيركزوا على عشر حاجات علائقية بحد ذاتها هي لتقدر تغير نمط حياة وتعطي نمو بالعلاقات وتعطي إبنميسما بالعيش المشترك يعني مثل كأنك عم تربطي هلأ بدك تزيدي شيء هلأ آه. ما بيأثر <applause> إيه آه عم تربطي الإصغاء هو كمان العلاقة هي العلاقة يعني أنه ما بينفصلوا عن بعضهم كنت كان بدي اقول شيء انا بالنسبه للاوقات عم نحكي على مش حاجه ماديه الولد بس يكون عم بيشاغب ما بيكون بده كادو بيكون بده اتنسيون يعني مم. انا بس يشارب الولد يعني عم يقول لي إسماعيل انا عم بقول لك شيء بس انت ما عم تفهمي دونك كثير اهل بيقولوا إنه ابننا مشاغب بخرب بالبيت، بنقول له يعمل هيدا الشيء ما بنقول بي... ما يعمل هيدا الشيء بيعمله، ما هو لأنه عارف إنه بهيدي الطريقة عم بيلفت لنا نظرنا، ما بده كادو، ما بده لأنه إحنا عم نقاصص وما رح جيب لك هيك لأنك عم تتصرف هيك، عم بيكمل يتصرف هيك، لأنه هيك عم بياخذ اهتمام، دونك هو مثل تنثبت هيدا الشيء إنه بيتصرف تننتبه له، بنتصرف تنعطيه اهتمام، تنسمع له، تنشوف هو ليه عم بيتصرف هيك، شو اللي زعجه لحتى بده ياني اتطلع عليه او أصغيله له اللي عم بيعملها مشان هيك اكيد انه مش دائما بده شيء فينانسي او شيء مادي لحتى نعطيه بده شيء اتنسيون بده حب بده ومنلاحظ انه الولد المشاغب بس يصير نحبه اكثر ونعطيه اهميه اكثر ونفرجيه اهتمامنا ببطل يشاغب بصير مسالم بصير مسالم لانه هيدا اللي كان بده اياه وعم نعطيه هلا حكينا كثير عن عن الولد والاصغاء للولد وتصرفاته والهيدا وحاجات الولد نعم اليوم بدي اشوف المراهق اوه المراهق هون هون يمكن اصعب اصعب الفترات اليوم بتعنيها كل القطاع التربوي نعم. اللي هو المدرسه والبيت والبيت يعني هذا انا بسميه قطاع التربوي صح انه لانه ايه لانه حلقه متكامله حلقه متكامله البيت لوحده بلا المدرسه ما بينجح والمدرسه بلا البيت العائله كمان ما بتنجح وانا بربطهم بشيء ثالث يعني بربطهم بشيء الاعلى يلي هو الاسمى نعم يعني الكنيسة أكيد رجوع لله وهيدا الشيء هلأ عم بيبعدوا عنه يمكن هيدا الشيء كمان عم بيسبب هيدول الأمور هالتفتت أو هالخلافات أو هل, الخلفات أو هل ال... إذا بدك العدم ارتياح أنه كان قبل في رجوع لله كان في كنيسة تجمعنا كان كل عائلة كل نهار أحد تاخذ أولادها ويروحوا يقدسوا طيب. هلأ صارت لقى نايم بيروح البي لحال أم يمكن تروح عشية يمكن ما تروح الولاد ما بقى عم بيكونوا وحتى انا سمعتها بالنسبه للمراهقه سمعتها امبارح بمدرسه عم بيقولوا لي انه اولادنا بيستحوا يقولوا انه هن كانوا بالكنيسه امبارح الاحد قدام أصحابه تخيل لحد وين المراهق عم بيصير يحس حاله طيب. بده يلحق المجتمع هون المشكله مثلا يعني انه اليوم عند هالمراهق هيدا سبب عدم التواصل عدم الاصغاء لإله هو صغير وهلا اذا نحن هو كبير اذا عم نصغيله عم نصغيله عم نعاقبه مثلا بدل ما نتفاهم نحن وياه عم نعاقبه انا بفتكر انه اكيد بدنا نعرف انه اذا مش هو صغير تعلم انه انا بقدر اتواصل معه بده يصير بمرحله الأدوليسة اصعب بكثير انه شي. نخلق التواصل لكن آه مثل ما بتقول شخص بعزه كتير توتي ريكوبيرابل اذا مثل ما كنت عم تقول حضرتك انه آه الاصغاء ما بيكون موجود الا اذا بهمني ابني علاقه. فانا شو بهمني اصغي لحدا اذا انا ما بهمني ابني علاقه انا وياه. فعقد ما انا عندي حس وهم آه اني ابني علاقه مع هالشخص الا لضلني فتش على طرق تخليني اقرب شي له. فمش المراهق صحيح صعب لكن هو بده حب كتير هو بده استقرار، هو بده كادر معين هو عم بيعاني هو عم بيعاني, بيعاني. هو صحيح. اللي عم بيعاني صحيح. 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 هو, صحيح. هو صحيح. اللي عم بيعاني وبمطرح عم بيدور على ذاته فانا بفتكر بقصه الادوليسون في شغلتين الاهل بدهم يحطوا ديسبوزيسيون فيها انه يعرفوا انه هالمراهق اذا عم يجي ضدهم هو لانه بحاجه يكون هويته فمضطر يقول لهم انه انا في اشياء ما بدي اياها منكم تيكسرها حتى يقول انا بدي ابني شخصيتي ورح يجرب يروح يجيبها من رق اصحاب رفقاته فرح يجرب يجيب اشياء من عند رفقاته لحتى يحطها عنده بس بنفس الوقت بده يفرجي الاهل اني انا عم بكسركن انتم عندكم يلا أخلاق شيء جديد فهون الاهل بمطرح شوي بدهم يشتغلوا على ذاتهم انه مش كل ما اجى ضدهم يعني انه هو جايه لحتى يهينهم او جايه مش مقدرهم او جاي, مقدرن أو هو جاي عم بي بي ما عم ما عم بيشف جميلهم في مطارح بده ينزل كلمات قاسية عليهم أكيد أول ردة فعل الأهل بده يزعلوا بس يا ريت تاني ردة فعل بالإصغاء يقولوا شو عم بيجرب اللي بتكوين شخصيته والإيدانتيتي تبعه عم يرفض عندي شيء حتى يكون شخصيته شو بقدر لقيله بديل لهو ينقيه مش انا أفرضه أف عليه لانه هو شو عم بيجرب يا اللي عم يجرب اللي ما بقى تفرض شيء علي انا صرت كبير بدي افهم لكن هو بعده صغير فانا الواعي وانا عندي وزنات اكثر فقد بقدر اشتغل قد ما فيه اكيد مش دايما هينه ومش دايما دغري بتصير لكن بس نشوف انه هالقد البعد العلاقه صار بعيد مهم نحط وقت ونفكر ونفتش مع اختصاصيه مع اللي حوالي مع رفقاته شو شو توجهاته شو حاجاته شو اللي عم ببلش يحسه نشوف الهرمونات الجسم كيف عم تتفاعل معه ونكون عم نقول طيب اليوم انا شو فيه اعطيه حتى هالقلق اللي عايش فيه لانه هو عايش بقلق الادوليسان خليه يقول له انت بعدك بامان معنا بعد في مطرح لو شو ما عملت فيك ترجع وتلاقيني انه عم بقدر افهمك يمكن مش دغري لكن بقدر افهمك ان كان بالمدرسه وان كان بالبيت وان كان بالمجتمع فهالقد عملنا هاله للادوليسان صرنا بنخاف منه الوغ كو نحن لازم نقول انه برايي انه هي مرحله الادوليسون لاني بعرف لأن العلوم صارت تقول لي شو هي شو الوسائل اللي بقدر استعملها لحتى اعمل هذا اللي دائما كنت اقوله انا الادوليسون لنشتغل معه بده يكون في سيستم مش واحد وحده يكون في تعاون بين الاهل والمدرسه والمجتمع حتى كل واحد انضرب هون يقدر يوقف انضرب هون يقدر يوقف ما ينكسر، لحتى كان كون شخصيته قال طيب من هون اخذت هيك ومن هون اخذت هيك، انا مين؟ هو عم بفتش على أنا مين؟ وهون كيف نحن بنقدر نساعده؟ نحنا نحن 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 مين كمان بده يساعدنا تنساعد؟ <applause> لانه اليوم انا مش يمكن ما عندي الخبره مثل كل ام وبيك اغلبيتهم ما عندن الخبره ما عندن او او الثقافه لانه اليوم هيدي مثل رجعنا قلنا هيدي ثقافه علميه صارت نعم آه اليوم كيف انا بدي اتعلم اتواصل مع هالادوليسان وصغيره نعم؟ وكيف هالادوليسان كمان بده يقدر يعني او شو هي الطرق الطرق اللي بنقدر نعطيها يعني انا بقول اول شي بدنا نحط حلنا محله يعني أول خطوة بنعملها بكل المراحل مش بس مع الأدوليسان بس أول خطوة بس يكون في هيك شوية تشنج أنا بدي آخد دوره بدي حط حاله بيقولوا put yourself in his shoes بدي البس له انا الشوز له بدي اعرف هالتفاعلات عم بيصير فيه تغيير بجسمه عم بيصير فيه تغيير ب. كمان ما بدنا ننسى انه المجتمع والبير بريشر يلي عم بيصير حواليه بده ي... بده يفوت بمجتمع اصحابه تينتمي لاصحابه ليعيش هيدي الحياه سو انا بدي بلش أفكر انه اذا انا كنت محله شو معقوله اتصرف كيف معقوله اعرف اول شيء ثاني شيء انا بدي اشوف الشيء اللي له اهميه كثير مثل القيم مثل القوانين اللي انا ببيتي هول ما لازم اتخلى عنها لازم يعرف الادوليسان والغير الادوليسان انه هيدول قيم ما نتخلى عنهم لو شو ما صار بس انا مثلا اذا حابب يلبس جينز مخزه ما بجيب بوقف عليه هيدا بلاقي انه هاي مرحله بيلبس جينز مخزه اليوم بيلبس اسبادري مهتري بيطلع اول جمعه على المجتمع ثاني جمعه بيستحي من حاله بيغيرهم دونك انا المشكل على كل شيء خلي الامور المهمه الاساسيه يلي بتاثر عن جد بالعلاقه وبتغسل بتكوين الشخصيه هو اللي وقف عليهم وكون صارمه وما اتراجع، مش انه انا معلش خليه يعمل لحتى ما يكون زلقته ما اتخانق انا وياه، لا لانه بيوصل يوم من الايام الولد بس يكبر يبطي الادولسان بده يجي يلومني، بده يقول لي ليش تركتيني انا اتصرف هيك، انت امي، انت بتفهمي اكثر مني، دونك انا دائما بقول للاهل ما انه اذا بدكم تكونوا عم تفهموا اولادكم يعني تعطون بالدنيا وتتخلوا انتم عن القيم والقوانين اللي انتم حاطينهم بعائلتكم وماشيين عليهم، لا هيدول ممنوع نعملهم بس اذا بدي اختك كل نهار احد عند التيتا وبعرف انه لازم نروح عند التيتا والتيتا كثير مهم وجده انه نروح نزورهم لانه هيدول اشخاص كثير مهمين بحياتنا باخذهم نص ساعه ساعه عند التيتا بيعملوا الزياره ما باخذهم من الساعه 9 وبنتغدى وبعد الغداء بدنا نشرب قهوه بيخلص نهار الاحد نحن وقاعدين سو انا ما بتخلى عن هيدي القيمة لأنه لا لازم نعمل قيمة لتاتا وجدو لازم نروح لعندهم بس على القليل أفهم أنه اتنازل بمطرح من المطرح أعطيه وقته له كمان اوكي نام شوي لساعة عشرة من منعمل صبحية عن تيتا منطلع فيك تتغدى برا نحن وياك تروح بعد الظهر تحضر سينما مع أصحابك منخليه يعرف انه ما شدينا ما ترح, ترح تنزلنا الاشياء المهمة ابدا ما بنتنازل عنا والاشياء اللي ممكن نمرقها لانه فترة وبتقطع ممكن نمرق له إيها. اكيد بحدود معينة شغله كتير مهمة هو نحكي هذا هلا قبل ما انقل للعمل بعد عندي يمكن اذا بنحكيها باختصار نعم آه التعامل والاصغاء للرجل اللي والمراه اللي صاروا كبار بالبيت اللي صاروا عجزين آه يمكن هودي كمان عندهم حاجات وبحاجه للاصغاء وبحاجه ل وعن وعندهم حقوق كبيره عندنا حقوق وعندهم كذا اليوم حقوق كبيره آه خلص مش فاضي لك خرفان او ما بعرف شو او هيك ما بعرف بدك تبكينا يعني لا 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 لا, <applause> اليوم عم نحكي شغلات علميه مزبوط مزبوط شغلات علميه بتوجع كمان اللي عم نسمعه بتوجع انه اليوم في طريقه للتعامل مع هالاشخاص هولي مزبوط آه كيف بقى بنقدر نتعامل معهم هون هاي الأكوت أهم شيء رجع منقول الإصغاء يعني بزرق. يمكن خبرني الخبرية مئة مرة بس هو بحاجة يحكيها يعني هو بالنسبة لإله هيدا شيء مهم بتشدني بتخليني حده يعني هو بدو أصغيله لأقعد حده لأعطيه من وقتي مثل الولد الصغير مثل انا بالشغل مثل حيا لشخص شخص انت هلا قاعد معي عم نتحاور انا وياك اذا شفتك مش عم تصغي يمكن انا ضيع حبل الأفكار وما يقعد يهمني احكي دونك هو بهمه يتواصل مع ابنه أنه انا بحاجه تكون حد بحبك بتحبني اعطيني شويه من وقتك انا سمعت لك كثير لكن كتير. نرجع دائما لدور الاصغاء شغله كثير مهمه بكل شيء وبنختم من بعد هيك هيك بشيء عن العمل هلا كيف نحن بالعمل بنقدر هيك بطريقه مختصره لانه دهمنا الوقت دهمنا الوقت <تصفيق> 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 العمل انا رح اجرب اختصره انه كثير مهم نتعلم كل كل سكيلز اذا بدك تبع الليدر يعني اوقات نحن بنتكل بالعمل انه بس يكون المسؤول هو الليدر شيب انا بمطرحي مطرح ما انا بهالسلولة الصغيرة اللي عم بشتغل فيها أنا كمان بدي كون ليدرشيب بدي كون عم بقدر شوف إنه نحنا بنكون إكيب نقدر نسمع لبعضنا وبدل ما نكون عم نتشارع على كيف كل واحد عم يشتغل نكون عم نعرف نتعلم نصغي لبعضنا شو مميزات كل واحد منا ونكون عم نشتغل من أجل الهدف ولما يصير النزاع والخلاف الشخصي نقدر نحده بمطرح الشخصي مطرح ما لازم يكون ونرجع نقول طيب انا من مطرح ما انا مش جاي لهون على الشغل لحتى يكون اشياء شخصيه، شو فيي انا وياك نعمل لحتى نحقق اللي جايين كرماله فنقدر نعمل كادر لكل قصه ما نمزجهم بين بعضهم بين العمل والعلاقات الشخصيه نخلق ديزيكيب دو ترافاي مش دي لا كثير انتلكتوال ولا كثير وخاصه انه هاي من ضمن الاشياء اللي نحن عم نعيشها بلبنان انه نحن تعودنا بلبنان كلنا مسحب هالدقن ولو ما انت خيي انت كذا ماشي الحال شوي بنصير اصحاب ورفقه ليك عملتي هيك ما نبنج ما بس بنفس الوقت نسينا نحن انه هالستركتور دو ترافاي تغيرت وصارت قانونيه وصار في مستلزمات وصار يا خيي ما بقى تفيدك يعني بلحظه بده يقول في الشغل كرمال الشغل راح انساك فبيزعلوا من بعضهم وبيقتلوا بعضهم اهم شيء نوع باصغائنا للعالم كيف عم يتغير رح ساعتها نعرف نحن نصغي لبعضنا ونعرف انه في اشياء خصنا نحنا بيرسونال بس في اشياء هي ديناميكيه عالميه انا بدي فوت فيها تا ما تفوتني بخلاف مع خيي الانسان وبدي فوت بستروكتور تحمي علاقتي الشخصيه مع علاقتي كاكيب تترا نخلي حدود ولا. خلي دائما خلي, خلي حدود مع بعضنا صح بدي اشكركم بنهايه هالحلقه على كل هالمعلومات القيمه اللي بعد نقدر يمكن نقدر نحتاج لعده حلقات واشياء بعد فينا نقول كثير اشياء بعد فينا نتوسع فيها, <applause> فيها كثير لانه الموضوع <applause> كثير مهم اذا خصوصا نتطرق له من الناحيه العلميه اعزائي المشاهدين بتمنى انه بنهايه هالحلقه نتدرب كلنا سوا انا وانتم وكلنا على ثقافه الاصغاء وبناء العلاقات على صعيد العمل على صعيد المجتمع ككل وعلى صعيد البيت العيلة الكنيسة الصغيرة اللي نحن متميز فيها واللي هي أهم شيء بمجتمعنا وهيدا هي أهمنا إنه نحافظ على علاقتنا بالعيلة بقلب البيت لأنه هي رح تمتد للمجتمع البيت السليم هو الاساس لمجتمع سليم